مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم انا وصاحبي الحيوان. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نسلطوا الضوء على عالم النموره. بغيتوا تعرفوا عليهم اكثر؟ بقاو معنا. بالنسبه لهذا النوع ديال الحيوانات هما حيوانات كما كنعرفوا بالطبيعه ديالهم راه حيوانات مفترسه ومتوحشه. كتربى في الحدائق الحيوانات، ما كترباش كما كنقولوا، لان من هاد النقطه هذه بغيت نحاول نوضح شويه للناس باش يفهموا بان هاد الحيوانات ماشي حيوانات اليفه اللي يقدر واحد يربيها في المنزل ديالو ولا في الضيعه ديالو ولا فهذا، لانها كتسهر على قوانين، كتسهر على مراقبه، هي اصلا في الاصل ديالها حيوانات محميه وكتشكل واحد الخطوره على الناس. بالنسبه لنا حنايا كحديقه للحيوانات، حنا عندنا لجنه اللي كتسهر المراقبه ديال الحيوانات من المصلحه البيطريه ولا المندوبيه الساميه للمياه والغابات، اللي كيشوفوا لي ميزير سيكوريتي بالنسبه لهاد الحيوانات واش ما كتشكلش خطوره للبوبليك اللي كيجي كيشوفها وهذا. كنحاول باش نفهم الناس بان كاين قوانين كتخضع لهاد التربيه ديال هاد الحيوانات، لان كان بعض الخطرات حنا كنتحرجوا في بعض الاسئله كيسولوا الناس واش ممكن هاد الحيوانات يربيها الواحد في الدار ديالو ولا نقدروا نشريوها. هاد الحيوانات ما كتباع ما كتشرى، هي كنسهروا عليها هنايا لغرض واحد، هو غرض باش يشوفوها الناس ويستافدوا، لان ما غاديش يشوفوها، لان بالنسبه للمغرب غيشوفها الا في الحدائق الوطنيه. وهاد كيحاولوا بالنسبه للناس الوليدات منهم خلقنا متنفسات باش كيحاولوا بالنسبه كيشوفوا بزاف ديال انواع الحيوانات ويفهموا شنو كاين. الوغ الاصل ديال هاد الحيوانات هو جبناهم، هما اصلا مولودين في حدائق اخرى في اوروبا ولا في بلدان اخرين، حنا الاصل ديالهم جبناهم من فرنسا، من حديقه الحيوان من فرنسا، وحاولنا معاهم لان كانوا باش بقى لاسوش عندنا في المغرب، حاولنا معاهم حتى ولدوا هنا والحمد لله حنا كنشوفوا النتيجه هما بداو كيولدوا. وكما كتشوفوني واخا تشوفوني انا كنقيس في هاد النمير لان باقي لي اونكور جون، غيوصل لان سيغتان اج لي ابارتيغ دو 8 موا ولا هذا ما كتبقاش عندنا العلاقه معاه، ما كنقدروش نبقاو هذا، لان صافي بدات الغريزه ديالو كغريزه مفترسه بدات كتربى. وحنا بالنسبه للقانون، القانون اللي كي بالنسبه للحدائق خص يعرفوا بان الناس هاد الحيوانات كلها ما مشدوداش من الطبيعه، هي حيوانات مربيه في حديقه وتولدت في حديقه، يعني ني الفي اون كابتيفيتي، با دي زانيمو كي سون ني انا ناتور وتم الصيد ديالهم وجابهم حدائق. يعني هذا قانون جاري به عالمي وكنحترموه وكنحترموا التربيه ديال الحيوانات، لانهم حيوانات اللي خاصنا نحتفظوا عليهم ولا في الطبيعه لا في الحدائق، باش نخليو الاجيال الاخرين ديال وليداتنا ان شاء الله يعرفوهم ويكتشفوهم هاد الحيوانات كحيوانات مفترسه. بالنسبه للاكل ديالهم سا ديبون العمر ديالهم، هنا بالنسبه لانتيغ ولا ان ليون ادولت ما بين 5 حتى 7 كيلو في اليوم، على حسب حنا كنشوفوا واش الانثى ولا الذكر، كنحاولوا نجيروا لي غاسيون على حسب العمر وعلى حسب الحيوان. الصغير بيان سور كيكبر مع لا مامون ديالو حتى المده ديال 4 شهور 5 شهور كيبقى، ومن بعد كيتعلم ياكل اللحم حتى هو وكيولي يدخل كيبدا كياكل مع لي بارون ديالو. ان فيلان لا دوغي دي في ديالو في الطبيعه كيكون حوالي حتى 15 سنه، لان الظروف ديال الطبيعه كيكونوا عراكات ما بين الذكور، كيكونوا ما متوفرش دعم الحمايه في الطبيعه كما موفرين عليهم هنا في الحديقه. الحديقه كيسهر عليه البيطري، كيعندو متوفر الماكله بدون اي مجهود، هادشي علاش الحديقه كتقدر توصل ما بين حتى من 20 عام حتى 25 عام، يعني فرق ديال حوالي 10 سنين ما بين الطبيعه والحديقه ديال الحيوان. الوغ بالنسبه للمراقبه البيطريه ديالهم من الولاده ديالهم كيبقاو دي غابيل انويال، يعني ملي كيولدوا كيديروا لي بروميير غابيل ديال لاغاج وديال لي مالادي اللي كيكونوا كونسيرني النوعيه ديال هاد الحيوان هذا. او ميم طون كنديروا لي فيرميفوج لهاد الحيوانات الانترن والاكسترن، وكنسهروا عليهم بالمراقبه ديالهم الا بالصحه ديالهم ولا بلي فاكسان ديالهم. you
إذا مشاهدنا كيفما شفتوا معنا اليوم سلطنا الضوء على لي تيغ أولا النمورة، من خلال حلقتنا تعرفتوا أكثر على العالم ديالهم من ناحية لا دوغي دو في ديالهم، من ناحية الأكل ديالهم، وأيضا من ناحية كيفاش كيعيشوا. إلى هنا مشاهدنا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.